أكد رئيس لجنة التعليم البرلمانية النائب عودر الوعي أن اللجنة ستنتهي من وضع تقريرها الخاص بالتحقيق في ملف مخالفات الابتعاث بجامعة الكويت والتطبيقية خلال المدة التي حددها مجلس الأمة، مشيرا إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء من تقريرها بشأن الابتعاث وما شابه من مخالفات في المؤسسات التعليمية. من الأمور اللي ناقشناها اليوم ربط خطة التنمية وخيط أيضا اللوائح والنظم المعمول فيها تنظيميا بديوان الخدمة بخطة الجامعة في البعثات وأيضا حتى بالتعيينات وأيضا بالترقيات، ولكن لأن الموضوع اليوم عن البعثات فقط كان الحديث والتركيز على قضية البعثات وعلاقتها بخطة التنمية، لكن لم نستطع أن نفصل هذا الأمر عن أمور أخرى، بالتالي اليوم كان النقاش أكثر شمولية وأكثر عمومية